الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ما شاء الله عليك. ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قلنا أكمل ما تكون نمجد حركتين. وفتحنا لك فتحا مبينا، عندنا فتحا مبينا، عندنا الهمس في التاء، وعندنا نون بعد منها حرف الميم، إدغام تام وبغنة. نعم. وعند الوقف مبينة نقف بمد العوض حركتين. نعم. وإلى وصلنا مبينا ليغفر عندنا إدغام تام وبدون غنة. نعم. ليغفر عندنا راء مرققة لأنها مسبوقة بكسر لازم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عندنا هنا اسم الجلالة، قلنا الراء مكسورة لأنه مسبوقة بكسر. لك الله عندنا اسم الجلالة مفخم مفتوح لأنه مسبوق بفتح. ما تقدم عندنا هنا القاف مستعلية. من ذنبك عندنا إخفاء بغنة مستفيلة لأنه بعد حرف النون كين حرف الذال معجم حرف مستفيل. ذنبك عندنا هنا إقلاب ميم. نعم. غنة حركتين. ذنبك وما تأخر عندنا هنا الخاء مستعلية والراء مفخمة ما كاينش سبب للترقيق. نعم. ويتم نعمته، يتم هنا عندنا ميم غنة أكمل ما تكون مشددة حركتين. نعمته عندنا هنا مد صلة صغرى لأنه ضمير الغائب جاء بين متحركين. نعم جيد. عليك ويهديك صراطا مستقيما، عندنا هنا الراء مفخمة لأنها مفتوحة ومسبوقة بحرف مستعلي اللي هو الصاد. صراطا مستقيما. لا ليس هذاك الحرف هو اللي عطاها تفخيم، تما راه كاين كسر الطاء لأن جاء حرف مستعلي بعد الطاء بعد الراء هو الطاء. عفوا. وكاين عندنا هنا النون التنوين بعد منها الميم إدغام تام وبغنة. مستقيمة إلى وقفنا كنوقفوا بحركتين مد العوض. نعم. إلى كملنا مستقيما وينصرك تولي عندنا إدغام ناقص وبغنة. نعم. وينصرك عندنا هنا النون فيها غنة مستعلية لأنه بعد من حرف صاد جاء غنة مفخمة. نعم. والراء إخفاء. إخفاء. نعم. إخفاء بغنة مفخمة. وينصرك الله نصرا عزيزا. نعم. عندنا هنا يا الله كذلك اللام اسم جلالة. جلالة مفتوح لأنه مغلط ومفتوح. مفخم نقول اسم جلالة مفخم. ومفتوح لأنه بعد منه الفتح قبل منه الفتح نصرا عزيزا عندنا هنا يا إظهار. نعم. لأنه نون التنوين جاء بعد منها حرف العين. نعم. حرف العين وحرف العين من حروف الحلقية. نعم. إذا نصرا عزيزة عزيزة إلى بغينا نوقفوا غنوقفوا بمد العوض حركتين. نعم. هل من سؤال؟ سمعتكم بحال ماشي مشكل. نعم. إذا ما شاء الله تبارك الله موفقة بإذن الله.